السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. كيف الحال يا اخوان؟ ان شاء الله طيبين. اليوم بنبدا ان شاء الله رحله جديده في دبي. الحين بنطلع ان شاء الله، بنروح الى المكان اللي بنرايكم اياه اليوم. وقفنا نحلق. ستايل سعودي. نظفنا الجوتي. خلينا نشوف على الشمس. هذا المحل تنظيف الأفيه. السلام عليكم، عيد مبارك. صول كيف؟ مية مية. شارة جميرة تنين وأنا سيمون. سيمون رقم واحد. ماندو. هذا مانجو. عيد مبارك. عيد مبارك. سينجو مينجو. كيف حالك؟ سينجو مينجو. أقول لك أريد اثنين شاي اثنين ماي. اثنين شاي كراك اثنين ماي. أيوة صديق. شكرا. هذا شاي سينجو. يلا شكرا سينجو. باي باي. باي باي. تعرف بكرة عشان تنين شاي. يلا باي باي. هذا الشاطئ المفتوح في دبي، لكن العالم ما شاء الله، الالاف ناس عالم. شوفوا شوفوا الناس كيف متجمعين. والله ماشي مكان ابدا. توقف في سيارتك برج العرب، شكله ما بنحصل موقف. ما شاء الله يا الناس، ما توفقنا في الباركنات فعدينا. بروح للجي بي ار. عالم بالالاف هناك، الناس كثيرين. بروح للجي بي ار. سيو. قريب برج العرب، حديقة المائية، والد وادي. نشوف باكر باكر يمكنني والد وادي. تعتبر منطقة الجي بي ار من اكثر الاماكن زيارة من السياح، لانها تعتبر منطقة راقية وفيها المباني الحديثة والاشياء الفخمة، وفيها مرافق ومناطق سياحية كثيرة، ومواقف سيارات تتوفر بكثرة فيها. قيمة الموقف للساعة الواحدة 20 درهم. اليوم بنمشيكم في جي بي ار، نراويكم الاماكن الحلوة. وتعتبر منطقة الجي بي ار منطقة شاطئية بامتياز، لانها تقع على امتداد شاطئ طوله اكثر من 1.5 كيلو. كثير من الناس يزوروا منطقة الجي بي ار للارتاح بالانشطة المائية،
وممشى الجي بي آر يشمل على الكثير من مراكز التسوق العالمية والمطاعم الفخمة. طبعاً عين دبي اللي تعتبر أكبر عجلة دوارة في العالم، وممشى الجي بي آر يستقطب ملايين السياح سنوياً. والحين راح أخليكم تشوفوا الفيديو وإن شاء الله تستمتعوا بالمناظر اللي في الجي بي آر. بنروح ناخذ وجبة خفيفة سريعة من برجر كينج. شاطي المكان جمالية هي هذه العجلة الدوارة المعروفة بدبي آي. ونادر ما تحصل المباني والجدران اللي في المناطق السياحية تحصلها بدون لمسة فنية، واللمسات الفنية الحديثة واضحة على كل المباني والجدران اللي حوالين هذه المكانات السياحية. وغير التصاميم الحديثة تحصل كثير من المباني مبناية بطابع تاريخي قديم، فلما تتمشي وتشوف هذا الاختلاف في التصميم يخليك توقف عند كل زاوية تستمتع بالمناظر اللي تشوفها. والحين متجهين إلى منطقة المارينا، وتروح لها مشي مسافة تقريبا 5 دقائق. هذه منطقة المارين اللي قريب من الجي بي آر.
كذي خلصنا رحلتنا في الجي بي آر. إن شاء الله استمتعتوا في الرحلة. مشيناكم على الكورنيش ومشيناكم على المارينا على السريع. بس رطوبة كثير ما قدرنا نكمل. والحين راجعين بنروح مكان ثاني إن شاء الله. نشوفكم. حر حر موت.